ليا كثيرا ما تختلف وتتضارب الآراء حول وجوب صيام الحامل في رمضان، فهنالك بعض النساء الحوامل اللواتي يقومن بصيام كامل شهر رمضان المبارك، وبعضهن يمتنعن عن الصيام خشية على صحة الجنين خوفا عليه. لمعرفة المزيد من عن هالموضوع معنا الدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. صباح الخير دكتورة. صباح الخير عليك يا رب. وعليكم الصحة والخير. دكتورة، يعني دائما بنسمع انه انت حامل لا ما فيكي تصومي، انت حامل فيكي تصومي ولكن مو كل الشهر، انت حامل ففي كثير اقاويل، ليش ما بصير الحامل تصوم وليش ليش في بعض الحالات فيها انه تصوم؟ هلا بشكل عام كثير هذا السؤال بنتطرق له، خصوصا هلا برمضان. دكتورة انا حامل بقدر صوم؟ طبعا كل مريضة لها وضع خاص، يعني ما فينا نحكم بشكل عام نقول ايه كل الحوامل بتقدر تصوم، لا. هلا مثلا اذا الوزن المريضه كثير قليل، يعني ممكن يكون 38 و39 كيلو، يعني في مريضات للاسف بهذا الوزن اكيد ما بتقدر تصوم. اذا كان عندي قياسات البيبي مثلا انه عاطيني انه عنده نقص حجمه البيبي صغير كمان من الا لا ما بتحسني تصومي. في مشاكل مثلا مريضه عندها سكري، في مشاكل عندها ارتفاع ضغط، في مشاكل عندها امراض مزمنه، في مشاكل عندها فقر دم، فهدون اكيد بنمنعهم من الصيام. في شغله اساسيه انه الصيام انه هو انه ما في سوائل، يعني انه الحامل دائما بحاجه على الاقل 3 لتر يوميا لانه بتكثر الانتانات البوليه اثناء الحمل، فقله السوائل بتزيد كمان من المشاكل الكلويه، يعني ممكن ما تكون بتعاني من مشاكل كلويه قبل، فانه على الحمل قلة السوائل بتظهر عندي هيدي المشاكل، فكمان هدول مثلا بنقول لهم لا مفروض انه يصير افطار. فكل المريضة بتندرس لحالها، يعني انه بشكل عام اي ما في اشكالية من الصيام، يعني انه في عندنا مخازن من السكر موجودة بالكبد، يعني انه بتحسن تستهلكه خلال النهار، طبعا بتكفي 12 ساعة، هو يعني الصيام ما راح يكون اكثر من هيك ان شاء الله. فبس انه خلص هيدي المخازن ببلش تستهلك من الشحوم، وهذا بيؤدي لتراكم اجسام كيتونيه بالدم وبالتالي ممكن تضر الجنين. فاحيانا اذا كان الصيام طويل خصوصا بايام الصيف، يعني اكثر من 12 ساعه كمان ممكن احيانا يؤدي لاضرار عند الحامل. دكتوره، نحن بالحاله العاديه بنقول للمراه الحامل انتبهي على صحتك وعلى غذائك، خلينا نحكي عن صيام المراه الحامل، من شو بنخاف؟ ما هي المضاعفات اللي يمكن تمر فيها المراه الحامل اثناء الصيام؟ هلا اول شيء حكينا الانتانات البوليه، انه الحصيات الكلويه، نقص النمو عند الجنين، فقر الدم، للاسف انه عم نشوف حتى حالات صغيره، يعني بتكون جايه واول بيبي وبعدها صغيره بالعمر وعندي فقر دم، يعني فهدول اكثر الاشكالات اللي ممكن تعاني منها الحامل اثناء الحمل مع الصيام طبعا. فلما بنواجه هدول المشاكل اكيد نحن مضطرين انه نخلي المريضه انه تفطر، يعني فهدول هن اكثر المشاكل. دكتوره، اذا ولا بد الامراه قامت، فخلينا نحكي شو لازم، على شو لازم تفطر، شو لازم تتسحر لحتى تقيد حالها، يمكن مثل ما بيقولوا بالعاميه انه هي من اكثر الاشخاص مثل ما قلنا بدها سوائل لجسمها. خلينا نحكي عن التغذيه الصحيحه خلال الصيام للامراه الحامل. تمام. هلا نحن بين فتره الفطور والسحور، فالمفروض كل شيء ساعتين ثلاثه تاكل الحامل وجبه صغيره، فاكيد لازم تشمل كل الانواع اللي لازم تاخذها خلال النهار من بروتينات وفيتامينات وسكريات وحتى شحوم بنسبه قليله. بس دكتوره كيف بدها تبلش تفطر؟ لانه كثير في من السيدات الحوامل معهم حرقه، معهم حمضه، معهم كثير من الاعراض. اكيد لازم نبلش بسوائل خفيفه، مثلا كاسة عصير، حتى زهورات، انه شويه سوائل، لبن، انه هذا بيريح، بس نبعد عن المشروبات الثانيه اللي ممكن تزيد هذا الموضوع مثل الكولا، الشاي، القهوه. فاول شيء نبلش بسوائل، بعدين وجبات فطور خفيفه، نبعد فيها شوي عن الشحوم لانه البهارات الكثيره هدول الشغلات بتزيد من الحرقه عند الحامل. ومثل ما حكينا كل ساعتين ثلاثه المفروض تاكل وجبه صغيره، وخلال هيدي الفتره بين الفطور والسحور لازم تستهلك على الاقل 3 لتر مي بدون السوائل الثانيه، مشان نحن نضمن انه والله ما تعاني خلال النهار من مشاكل ثانيه. وجبه السحور اكيد لازم تبعد عن شغلات اللي ممكن يكون فيها نسبه ملح عاليه، لانه هذا الشيء بده يخليها تفقد السوائل اللي هي اخذتها طول هاي الفتره. ف يعني مثلا لبنه خفيفه، يعني شغلات تكون على الافطار، بس مثل ما حكينا نتجنب المنبهات كمان، لا قهوه لا شاي لا كولا. دكتوره، خلال اشهر الحمل التسعه ممكن تكون في يعني السيده الحامل خلال الاشهر الاولى يكون الصيام خطر عليها اكثر من الاشهر الاخيره او بالعكس؟ طبعا، لانه بالاشهر الثلاثه الاولى بنعاني من الاقياءات الحمليه، وهيدي لحالها رح تعمل تجفاف عند الحامل، فاذا بده كثير كمان فيه
الصيام، فهذا ممكن يزيد من هذا الموضوع، يعني ممكن نوصل لمراحل كثير سيئة أو قبول مشافي إنه نتيجة الإقياءات الحملية الشديدة. فبهذه الفترة كثير بتكون حساسة، الأشهر الثلاثة الأولى بالذات، وكمان بتعاني المريضة بهذه الأشهر الثلاثة الثلث الأول نحن نسميه من هبوط ضغط، يعني فكمان قلة السوائل بده تعرضها لهذا، ممكن تكون واقفة كمان الوقفة الطويلة، واقفة بالمطبخ عم تعمل إفطار وكذا، فهذا بده يؤدي لهبوط ضغط شديد أحيانا حتى لدرجة غياب عن الوعي. فكمان بالأشهر الثلاثة الأولى يعني إحنا بنقول للمريضة بتجربي إنه إذا حسيتي بدوار شديد، بإعياء، بتعب، إنه ما عاد إلك حيلة تقومي، تسرع بالقلب، ضيقة خلق، هذه كلها علامات هبوط ضغط شديد، فبنقول لها بتوقفي الصيام، تفطري. نعم، دكتورة كمان في كثير من السيدات بياخذوا بأول الأشهر أو بآخر الأشهر فيتامينات، أدوية خاصة بالحمل، خلينا نحكي إنه الفيتامينات نحن كلنا بنعرف انه هي بتتاخذ الصبح، وممكن في فيتامينات بتتاخذ خلال النهار، ولكن يعني اليوم عم يأذن الساعه 7:30، فيها تاخذ الفيتامينات او على السحور تاجلهم، كيف بده يصير الادويه انه تاخذها؟ تمام، هلا بشكل عام اغلب الحوامل نحن اكثر شيء بنركز عندهم بالاعطاء على الحديد والكلس، يعني باقي الفيتامينات الشامله بنقول لها خذي عن طريق الغذاء، الخضار، الفواكه، التنويه بالبروتينات، هذول بيعطوكي كل الحاجه الغذائيه. فنحن بنعتمد على جرعتين اساسيات، فوحده بتكون بعد الافطار وحده بعد السحور. فيها تاخذها باعتبار جرعه وحده، الا اذا كان عندي اشكالات، يعني انه انا عندي بتحاليل لانه في عندي نقص كلس شديد او عندي حديد. نقص حديد او فقردام شديد، وقتها حكما بدي وزع الجرعه عده جرعات، وبالتالي كمان فبضطر اني امنعها من الصيام. نعم، لانه يعني ما معقول تاخذهم يعني بين الافطار والسحور تماما، بده يكون في عندي شويه بعد بين الجرعات. دكتورة بالانتقال للمرأة المرضعة، هل يجوز الصيام؟ ممكن يأثر على كمية الحليب أو على صحة المرأة المرضعة؟ هلا كمان المرضعة فينا نقسمها لحالتين، يعني مثلا المرضع أول 6 شهور أو خلينا نقول أول 4 شهور الاعتماد الأساسي للبيبي هو على حليب الأم، فبهذا الوقت كمان انه شوي بيكون قله الغذاء اذا عندها هي فقر دم او عندها مشاكل كانت تعاني منها اثناء الحمل، او اذا اصلا كان جاي وزن البيبي صغير، فهدول كمان بننبههم انه ما فيكم تصوموا. نرجع كمان من نقطة، من نركز على نفس النقطة أنه لازم يكون فيه الإكثار من السوائل كمان، لأنه الحليب أنه لازم يكون فيه نسبة مياه منيحة كمان مشان ما يتعرض البيبي لأمساك وبالتالي مشاكل تانية. هلا بشكل عام نسبة الكلس بالحليب ما بتقل مع الصيام، يعني أنه إذا بدها تقل فهي نسبة السكريات شوي ممكن تنقص بالحليب، بتعوضها يعني أنه هي تركز على غذاءها بعد الإفطار. بعد الـ4 أشهر بيكون صار في وجبات تانية عم تدخل للبيبي غير الحليب، وبالتالي أنه وقتها لو صامت ما في إشكالية، ما في مشكلة. طب دكتورة شو هي الحالات الاستثنائية؟ إن كانت يعني حكينا عن الحامل والمرضعة، ولكن كثير من السيدات بياخذوا أدوية وبياخذوا فيتامينز وعندهم حالات خاصة مرضية نسائية ما فيهم يصوموا، شو هي الحالات؟ خلينا ننوه عنها. مريضة السكري، مريضة ارتفاع الضغط، في أمراض مناعية نحن بنسميها أمراض مناعة ذاتية، مرضى الحصيات الكلوية، مرضى الانتانات البولية المتكررة، حكما هدول ممنوع من الصيام. ممنوع الصيام حكما. دكتورة بدنا نحكي عن العناصر الغذائية يلي لازم المرأة الحامل تتناوله، نحن بالأيام العادية بنقول ركزي على الكالسيوم، ركزي على أمور معينة، إذا بدنا نعطي هيك نظام غذائي نقترحه على المشاهدات، خلينا نحكي من ساعات الإفطار للسحور أو بالعكس، شو هي الوجبات لازم تتناولها؟ شو العناصر الغذائية يلي لازم تتواجد بكل يوم؟ هلا أكيد بوجبة الإفطار لازم نركز على الخضار، على الفواكه، لأنه هي فيها الفيتامينات المنيحة، البروتينات، البقوليات واللحوم، كمان فيها نسبة الحديد منيحة. الأجبان ومشتقاتها هذه ممكن تكون الوجبة الأساسية على السحور يعني، والمي. هلا الشحوم ما كثير استهلكنا، ما في إشكالية يعني، ف لانه البيبي يعني او السكريات خلينا نقول النشويات الثقيله، اذا احتاج البيبي شويه سكريات ممكن تحرق من الشحوم ويامن السكريات تبعه، لانه كمان نقص السكر خلال الصيام الطويل ممكن يؤدي لنقص بحركه البيبي. بنخبر الامهات ما تخافوا انه بعد الافطار احيانا بتقلك ما عاد عم يحرك البيبي، فبعد الافطار بس تامن السكريات بترجع الحركه. هي القصه كثير يعني خلينا نركز عليها، البيبي ما عم يتحرك، صار له يومين ما تحرك، يعني لك فنقص السكريات عند البيبي بتؤدي للاسف لهيدا الحركه. فنحن بننصحها انه مباشره بعد الافطار كاسه عصير، لانه هذا بيرفع السكر بسرعه، يعني شيء بده يرفع السكر بسرعه مشان يوصل للبيبي سكر بيرجع بيحرق نظامي، ما في خيال الحامل كثير في عنده خيال واحلام بتحسي طبعا اكيد هو الحركه هي اللي بتعطيها الاحساس بالامان انه انا البيبي تبعي بخير. نعم دكتوره، كثير بنشوف من السيدات يا ما بيقدروا ياكلوا ابدا، وخاصه خلال الحمل لانه مقطوعه شهيتهم ابدا، وفي
اشخاص في شيء اسمه وحام او بيشتهوا شيء حامض شيء مالح شيء حلو، خلينا نحكي عن هي الحاله، هل هي صحيحه ولا هل هي غناج مثل ما بيقولوا؟ لا مو غناج، هي صحيحه طبعا. التغيرات الهرمونيه بتؤدي لشغلات فعلا، انه ممكن كانت تكرهها قبل تصير تحبها هلا، وبالعكس كانت تحبها قبل هلا ما عاد تطيق تشم ريحتها. طبعا هيدي الاكثر الاعراض بنشوفها خلال اول 3 اشهر من الحمل، يعني بس فتنا بالرابع شيء اسبوع 10 ايام بتخف اعراض الوحام كثير. بس انه النقطه الاساسيه انه مو انه اذا اشتهيت هي الاكله وما اكلتها رح تطلع بالبيبي، لا هيدي الغلط يعني. بس انه طبعا بتتغير العادات الغذائيه كثير اول 3 اشهر، حكينا انه ممكن احيانا في حالات نضطر للقبول بالمشفى ما عندها قدره تاكل نهائيا، اقياءات شديده، مجرد شم روائح الاكل انه تعطيها احساس بالغثيان وبالتالي ما بتاكل، فبنضطر وقتها للسيرومات وبنعالج فيتامينات ب مشان نحاول نخفف من الغثيان. بشكل عام بعد الرابع لا تتحسن، يعني في ناس بينقص وزنه بنطمنهم انه اول 3 اشهر حتى اذا صار نقص بالوزن اكيد بعد 3 اشهر الاولى بترجعي بتكسبي الوزن بترجع الامور تمام. يعني بس خلينا نطمن المراه الحامل يلي هي مثلا على الفطور ما بتتقبل تاكل او على السحور ما بتتقبل تاكل، في كثير هيك من السيدات بيعانوا، خلينا بس هيك نطمنها انه انت فيكي تاكلي هي الشغله لحتى تعوضي بس كل ساعات الصيام. هلا بنقول لها انه ما في شيء بالاكل والشرب ممنوع فيها، تاكل اللي بدها اياه. هي ما بتتقبل هلا، هي نحن بنحاول نعطي ادويه مساعده لحتى تتقبل هذا الاكل، لانه اذا ما تقبلت فاكيد ما فيني اخليها تصوم. نرجع نفس النقطه، لانه هي رح تدخل بتجفاف وبالتالي مشاكل ثانيه، فنحن بنعطي ادويه مساعده، نحن قلنا فيتامينات بي بيريدوكسين، فانه بحسن شوي من هذا الشعور والكره لروائح الطعام وبالتالي بتتحسن تقبلها للطعام، ما حترجع مثل ما كانت 100%، بس انه حتى اذا صار شويه نقص نحن بنرجع بنقول انه ما تاكلي وجبه اساسيه كل ساعتين ثلاثه، حتى لو سندويش صغيره تفاحه بردقانه موزه، يعني كل ساعتين ثلاثه المهم انك تاكلي لك شغله، يعني انه مشان انه هذا الموضوع حكما بين الفطور والسحور انا كل ساعتين ثلاثه الحامل لازم تاكل والا ما رح تقدر تصوم معي اليوم الثاني. وحبوب الاقياء فيها تضل مرافقتها كل طيله ايام الحمل او اشهر الحمل ولا؟ في حالات بنضطر انه للاسف نتابعها طول اشهر الحمل، ما في اي اشكالات من المتابعه. فيها تاخذها عند الفطور هلا اذا خلال النهار ما كان في اقياءات، اي يعني احيانا في ناس بالعكس انه والله على الصيام انه ما في شيء عم يدخل على المعده فبتكون مرتاحه معدتهم نوعا ما فبيحسنوا بيصوموا اكثر، بس اذا صار اقياءات خلال النهار لا. يعني احيانا بنعطي مضاد الاقياء كل 8 ساعات يعني 3 مرات باليوم وبالتالي ما راح تزبط مع الصيام. دكتوره احنا حكينا عن مريضة السكري او الضغط لا يحبذ صيامها، كمان حكينا نحن على انه اول 3 شهور كمان لا يحبذ، ولكن في سيدات ما عندهم هي الاعراض، عندهم حاله هي نتيجه بنسميها ممكن تكون حملهم ضعيف او وضع البيبي مثلا مو تمام، خلينا نحكي او ننوه السيدات بيكونوا مثلا بالاشهر الخمسه او السته عندهم وضع صحي معين، هدول لا يحبذ صيامهم. هلا بنحكي على هاي النقطه مزبوط، انه اذا انا عندي مثلا نقص نمو عند الجنين او قله بالسائل الامنيوسين احنا بنسميها يعني ميه البيبي شوي قليله، فهذه لازم تاخذ سوائل كثير لحتى يمشي الحال ويتحسن هذا الموضوع، اضافه الى انه الاغذيه المنيحه مشان وزن البيبي يكون منيح، حتى الفيتامينات نحن بنعطيها اكثر من جرعه بهي الحاله مشان فيتامينات شامله مشان يتحسن وزن البيبي عليها، فهدون كمان للاسف بنمنعهم من الصيام، اذا كانت بتعاني من نزوف نسائيه بهيدي الفتره وبالتالي تهديد بالاسقاط او تهديد ولاده مبكره، فنحن حتى ادويه المخاض المبكر بنعطيه كل 4 ساعات يعني مشان نوقف الولاده المبكره، فهدون كمان اكيد رح نضطر نمنعهم من الصيام. ويعني بالختام دكتورة بدنا نتشكرك على كل المعلومات، هيك حاولنا نحكي أو نطرح استفسارات بتسألها كل امرأة أكيد حامل أكيد، وحاولنا نجاوب على أغلبها، ولكن بالأخير لازم دائما تراجع الدكتور أكيد أو الدكتورة أكيد، لأنه حكينا كل حامل إلى وضع خاص تندرس لحالها، فكل حامل أكيد بتراجع طبيبها وبتشوف وتضل تحت مراقبة تماما. شكرا كثير لك دكتورة، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.